ذلك المدارس، لأن في الغالب التوقع كان أن المحاولات الإبداعية سوف تأتينا من المدارس، ولكن أبو العلاء فيما بعد سوف يوضح أنها لم تقتصر فقط على المدارس إنما تعدت ذلك، وهذا فخر لنا. وإحنا بنوعد مش بس إحنا، أنا بقول اللجنة اللي ستتكون في السنة القادمة كانت من كانت، أتوجه إليها بتسجيل ملاحظة أن تأخذ هذه النقطة في عين الاعتبار وتحذو حذو هذه المسابقة، وإن شاء الله بتيجي مسابقة أحسن بحث ومسابقة أحسن وأحسن إلى آخره، لأننا في آخر المطاف، وهذه الرسالة التي لا بد من أن نؤكد عليها، وهو أن في حال